مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي الحالمه، وفيه نتناول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشارع في تعز، نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمختصين. نجول تعز لنتعرف على اثارها وما تزخر به من معالم تاريخيه قديمه، كما سنتوقف واياكم على نماذج ابداعيه هدفها تبسيط المعلومه وتثبيتها في الاذهان، فكونوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة قرابة 2000 طالب وطالبة في تعز يتنافسون على المراكز الأولى في المسابقة المنهجية والتوجيه التربوي، نسعى من خلالها لتشجيع الطالب وتقييم العملية التعليمية. جامع ابن علوان بيفرس، معلم أثري وتاريخي بارز في تعز. في معرض للوسائل، طالبات يبدعن في ابتكار نماذج لتسهيل شرح الدروس. مرحبا بكم من جديد. في مستهل حلقتنا نبقى مع موجز سريع لأهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. أحيت تعز يوم البن العالمي باحتفائية خاصة بعيد موكا، وتهدف الفعالية التي نظمتها نقابة الموالع اليمنيين لإحياء زراعة البن في اليمن، حيث يعتبر البن اليمني المعروف تاريخيا باسم موكا من أفضل وأجود أنواع البن في العالم. وكانت الفعالية قد تضمنت فقرات غنائية ومسرحية معبرة نالت إعجاب الحضور. نظمت كلية العلوم الإدارية بجامعة تعز ورشة العمل الثالثة الخاصة بتحديث وتطوير البرامج الأكاديمية بكالوريوس ماجستير، وتهدف الورشة التي جاءت بالتنسيق مع دائرة تقويم وتطوير الأداء الأكاديمي وضمان الجودة بالجامعة، تهدف إلى مسايرة التحديث في المجال العلمي لا سيما في التعليم العالي وبما يواكب متطلبات سوق العمل وعصر التطور. مشاهدينا، تحظى المسابقة المنهجية العلمية التي ينظمها مكتب التربية والتعليم بتعز باهتمام طلاب ومدارس المحافظة، وبالنظر إلى أن بعض ممن تصدروا قائمة أوائل الجمهورية العام الماضي هم من الطلاب الذين فازوا بالمسابقة المنهجية التي تتنافس المدارس فيها على مستوى المحافظة، فقد زاد الاهتمام من خلال مشاركة مدارس الريف والمدينة في ظل منافسة قوية. بجهد جمعي يعكف هؤلاء الطلاب على وضع الحلول النهائية لاختبارات المسابقة المنهجية العلمية في نسختها الثالثة، والتي تشارك فيها 250 مدرسة ثانوية على مستوى المدينة والمديريات المحررة في تعز. هدفنا من المسابقة تعزيز العملية التعليمية في تعز، رغم أن الحروب ما زالت مستمرة ولكن التعليم ما زال مستمر وما زال متقدم. وصلنا إلى هذه المرحلة بجهودنا وإن شاء الله سوف نتقدم إلى الأعلى. تحتدم المنافسة بين طلاب الثانوية من خلال التصفيات بالإجابة على 8 مواد علمية وأدبية، ويشرف على المسابقة التي تأتي ضمن النشاطات اللاصفية نخبة من كبار الموجهين التربويين بالمحافظة، وهو ما يجعل التنافس بين طلاب المدارس على المراكز المتقدمة تنافس هو بنظر الكثير شهادة وقيمة علمية. المسابقة العلمية هي معيار للطالب لكي يرى مدى انتاجه في وفهموا المواد، وإن شاء الله نحصل على التنافس بين المدارس وتكون الشفافية موجودة لدينا. ووفقاً للقائمين على هذه الأنشطة، فإن هدفين يرتجي مكتب التعليم بتعز تحقيقهما من المسابقة العلمية التي تستمر على مدى أسبوعين. يكتسب الطالب فيها خبرات، تبادل خبرات بين المدرسين بين الموجهين. الموجهين المركزيين الموجودين في هذه المسابقة هم نفسهم الموجهين الذين سوف يقومون أسياد الاختبارات لهذا العام الدراسي.
شكى بعض الطلاب مدارس مشاركة في المسابقة المنهجية من إشكالية تتعلق بعدم وجود معلمي بعض المواد في مدارسهم، خصوصاً مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية، ما يضع نتائج التصفيات التي ستسفر عنها المسابقة ويكشف عنها غداً الثلاثاء على المحك، في ظل تسبب هذه الإشكالية بإخفاق بعض المشاركين وعدم نيل العلامة النهائية في أجوبة بعض المواد. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف عبد الجليل عقيل مدير التوجيه التربوي بتعز. أهلا بك أستاذ معنا. حياكم الله. أهمية المسابقة العلمية المنهجية تتضح من خلال العدد الكبير لمدارس الثانوية العامة المشاركة فيها، لكن كيف تتعاملون أنتم كمشرفين مع إشكالية عدم وجود معلمين لبعض المواد في بعض المدارس، وهل سيؤثر هذا الإشكال على نتيجة المسابقة؟ المسابقة المنهجية هي نشاط منهجي من ضمن العملية التربوية لمكتبة التربية والتعليم وفي وزارة التربية والتعليم بشكل عام، فهي نوع من النشاط لتحقيق الأهداف المرجوة في وزارة التربية والتعليم. المسابقة المنهجية تصير وفق أهداف محددة للطلاب على ضوء المديريات في المدينة وفي الريف والمدينة، فنأخذ من المدينة التنافس يبدأ بالريف يعني بالمديريات ثم تنطلق إلى المدينة. بعد ذلك نأخذ الأحسن والأفضل من المدارس التي في داخل المدينة في الفائزين من كل المديرية ونجمعهم في إطار واحد، وعلى ضوء مباشرة نقيس نشوف هذه هي المعايير التي تعتمدونها لاختيار المدارس المشاركة. أي هي المعايير كيف نختار المدارس المشاركة. فهناك بعض الناس يفهم المسابقة العلمية المسابقة المنهجية منهج خاطئ، يعتبرها أنها كمجرد ترف أو مجرد نشاط عادي. هي مسابقة من جزء من العملية التعليمية في تحقيق الأهداف التربوية لوزارة التربية والتعليم. نبدأ هي نستطيع نعرفها بمسابقة إيش؟ هي تنشيطية تقييمية تقويمية. تقييمية بإيش معنى تنشيطية؟ هي تحفيز الطلاب بحيث يحصلوا على معلومات أكثر بحيث لتحقيق أهداف المنهج وحصول معلومات في المنهج نفسه. لكن كم عدد المدارس المشاركة حاليا في هذه المسابقة؟ المدارس المستهدفة من قبلكم؟ هي المدارس المستهدفة احنا الأصل تستهدف المدارس بشكل عام، لكن عملنا حطينا فصل للمديريات الذي بينكم حسب امكانياتهم، لان بعض المديريات بعض المدارس ما تستطيع تصل لاسباب الظروف الاقتصاديه ظروف بيئه ظروف اشياء كثيره اوقات كثيره في، لكن بيختار المديريه تختار بعض المدارس الذي قادره تصل للمسابقه ويختار منها مجموعه هي مستوى قليله ماشي بالمعلومه المطلوب كامله. لكن بالمدينه احتكنا استهدفنا المدارس بشكل عام. نعم. المديريات الخاصه ما يتعلق بالمديريات الثلاث المظفر والمظهر يعتبر المدارس بشكل عام مديريه المدينه. اي مديريه المدينه. المديريه الريف هم بصلاحيتهم ربما قصروا بعض المديريات، وكذلك بعض المديريات بالمدينه بعض المدارس ما لحقوش بعض المسابقات المدارس في المسابقه، فأخذنا الخلاصة الذي جاءت من المديريات كلها وجمعناها في إطار واحد للمحافظة بشكل عام. إذن كبار الموجهين التربويين من الذين يشرفون على هذه المسابقة هم من سيضعون أسئلة امتحانات الثانوية العامة لمدارس تعز، كيف يمكن أن يستفيد الطلاب المشاركون في هذه المسابقة في هذا الجانب؟ هذا هو التقصيد المطلوب اللي إحنا أهدافنا إيش؟ بحيث تقوية المنهج، تنشيط المنهج، يعني نستطيع الطالب يحصل على معلومات أكثر من خلال وضع كسر الحاجز للطالب أنه ما يبقاش بتخوف بالامتحانات المستقبلية بحيث يضع الامتحانات نضع أكبر كبار الموجهين المركزيين يضعوا الامتحانات من المنهج نفسه ولا لا يمكن سؤال يخرج خارج المنهج، ولذلك حتى نستطيع نحقق إيش نحصل على معلومة الكافية والطالب نفسه يتحفز لأخذ معلومات أكثر لاستزادة بالمعلومات أكثر ليستفيدوا بالمستقبل بالامتحانات الثانوية، وخاصة ركزنا على صف ثالث ثانوي
بحيث انه يحصلوا على معلومات اكثر تفيدهم بالمستقبل. وجود لجنه الاشراف المكونه من كما ذكرنا من كبار الموجهين التربويين، هل سيمكنها من تحديد مستوى التعليم في تعز وبالتالي وضع اسئله تناسب مختلف المستويات؟ طبعا احنا قد سبق خلال عمليه التعليمية تبدا من اول عام، وعندنا زيارات اصطلاعيه وتوجيهيه وتقويميه وتقييميه في ان واحد، واخذنا الدروس المنجزه في كل المدارس، طلبنا من رؤساء الاقسام التوجيه والموجه في جميع المديريات ان نحددنا الدروس المنجزه في كل المديريات، وبالمقابل اخذنا الدروس من المنهج نفسه وحددنا المواضيع بالفعل، في حد خاصه ما يتعلق بالمسابقه المنهجيه حددنا المواضيع، سناخذ الجزء الاول من درس كذا درس كذا في المناهج نفسه حددنا، وعلى ضوء علمات المديريات بشكل عام حددنا الفصول التي سناخذها سيكون منها المسابقه المنهجيه. ما هي المعالجات التي سيعمل عليها مكتب التربيه في ضوء مخرجات نتائج هذه المسابقه؟ هو انا ذكرت لك ان قضيه المسابقه هذه المنهجيه هي تقويميه وتقييميه. تقويميه بمعنى ايش؟ تقويم العقاد، تشخيص، معرفه الخلل، معرفه نقاط الضعف، نقاط القوه، بحيث نعمل على معالجتها مباشره الحقيقه، نوجه المدارس التي لاحظنا فيها قصور في اشياء حقيقه بحيث تلافي في عندهم قصور في الفتره القادمه، ما بقى لنا من الفتره القادمه. هل لديكم طموحات في زياده عدد المدارس المشاركه في نعم. هكذا مسابقات؟ نعم، هو الامكانيات اذا وجدت الامكانيات نريد ان نستوعب اكثر كل المدارس بحيث تكون يعني ولا نستقيم مدرسه واحده، بس ربما احنا نتعامل تحت حدود الامكانيات بحيث نعمل التحفيزيه لجميع الطلاب يكون قدوه للاخرين بحيث انه يعرفوا يحصلوا على معلومات اكثر، ولا عندنا استعداد لنستوعب المحافظه بشكل عام. للانصاف اوائل طلاب الجمهوريه من مدارس تعز للثانويه العامه كان كثير منهم ممن حصلوا على المراكز الاولى في المسابقه العلميه، على ماذا يدل ذلك؟ هو بالنسبة لي معرفة التعليم خلال معرفتنا بالعملية التعليمية، التعليم في تعز أساس ويحب العملية التعليمية بما في العاملين والطلاب، ولذلك يحاولوا يستزيدوا من العملية التعليمية أكثر، وخاصة وهذه العملية تؤديهم لعمل التنافس. فالطلاب أنا عندنا في تعز لهم ميزة خاصة ولا نستطيع أن نقول أنه نغفل الجهات الأخرى، إنما على مدى عملنا في التعليم في التربية والتعليم لاحظ أن التمييز في التعليم في محافظة تعز تلاحظ أن تشجع عندما تحضر للمدرسة وتشوف الطلاب أنهم متلهفين قبل المعلومات وقبل التعليم. هناك قلة بسيطة لعدم الاكتراث في عملية التعليمية، إنما الغلب كان عندهم استعداد تقبل التعليم. هذا الشغف هو الذي حفز. أيوة، الشغف والحب للعملية التعليمية هو الذي جعلهم نعم أكثر. إذن الأستاذ عبد الجليل عقيل مدير التوجيه التربوي بتعز، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. أهلا بكم من جديد. يعتبر جامع أحمد بن علوان الواقع بمنطقة يفرس بمديرية جبل حبشي أحد أهم المعالم الدينية والتاريخية في تعز وعموم اليمن، ورغم عمر هذا الجامع الذي يتجاوز 6 قرون فإنه لا يزال يحتفظ بقيمته باعتباره من المزارات الدينية والتاريخية في البلاد. نتابع. من على مفترق طرق على الخط الرئيسي الرابط بين مدينة تعز ومدن الريف جنوب المحافظة كانت البداية. أخذت سيارتنا مساراً إلى اليمين، وكانت منطقة يفرس المركز الإداري لمديرية جبل حبشي الواقع جنوب غرب المدينة وجهتنا ومقصدنا. ما إن وصلنا أعلى تلة في المنطقة حتى تمكنا من استشراف يفرس، وعندها وقفنا وجها لوجه مع أحد أشهر المعالم الدينية والأثرية ليس في تعز فحسب، إنما في عموم البلاد، جامع بن علوان التاريخي. وقد بدا متوشحاً ببياضه، مئذنته التي يهتدى بها من بعيد تطاول السماء، تقف بشموخ وكبرياء كشاهد على عراقة واحد من أقدم دور العبادات التي أسهمت في الجانبين الديني والتعليمي التنويري.
وهو المركز الذي لطالما ارتبط اسمه باسم عالم جليل كان له حضور في عصر الدولة الرسولية. بني جامع ابن علوان على ربوة مرتفعة بمحلة يفرس في عهد الدولة الطاهرية، وقد أقيم وفق المؤرخين على ضريح رجل الدين والعالم المشهور الشيخ أحمد ابن علوان مؤسس الطريقة الصوفية في اليمن. أمر بعمارة هذا الجامع المبارك مولانا السلطان ابن السلطان الملك الظافر مولانا عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر عز نصر. العمارة لآمر فعل كامل مستقيم، عندما تحسب كلمة فعل كامل مستقيم تجد أنها تاريخ بناء الجامع 921، وعندما تقول والمنارة لآمر قائد الترك القديم لخسروفين قائد الترك القديم تجد كلمة قائد الترك القديم أنها تساوي 951 بحسب القيمة العددية للحروف، وهذا ما يسمى بالشعر التاريخي. المسجد عبارة عن بيت للصلاة يأخذ شكل المستطيل، وهو عبارة عن رواقين يفصل بينهما 8 أعمدة لهما قواعد سميكة يترابطان في الأعلى من خلال 27 عقدة. يوجد في بيت الصلاة التي تبلغ مساحتها 25 × 15 متراً تقريباً محراب للصلاة، وبجانبه منبر مصنوع من الأخشاب يعود تاريخه إلى عهد بناء الجامع وفقاً للتاريخ المنحوت في ذات الخشب، وتحديداً عند مدخل المنبر، والذي يحوي زخارف وآي من القرآن. وبالنسبة للسطح فإنه عبارة عن تجاويف تشكلها 10 قباب، قبتان كبيرتان في وسط بيت الصلاة، وثمان أخريات تتوزع مناصفة عن يمين وشمال المسجد، وهذه القباب في مجموعها تعطي الجامع قيمته من حيث الفن في المعمار والإبداع في التشكيل والهندسة. في مؤخرة بيت الصلاة وتحديداً في الجهة الجنوبية يوجد ضريح الشيخ أحمد بن علوان، يتم الدخول إليه من الباب الأوسط الكبير، وهو واحد من 3 أبواب في هذا المسجد. الشيخ كان رجل زاهد صوفي معروف، أديب عالم، له العديد من الكتب، من أشهر كتبه الفتوح، وهو عبارة عن معظمه شعر، وكذلك المهرجان، وكتاب التوحيد الأعظام، وكتاب الكبريت، وله كتاب عبارة عن أدعية جمعه العالم الهدار الشيخ الهدار والأستاذ الفاضل محمد علي أحمد ناصر البخاري. الجامع الذي تحول إلى مزار ديني عند أتباع الطريقة الصوفية كان عبارة عن مدرسة ومسجد شأنه شأن دور العبادة التي تم بناؤها في عهد الدولة الرسولية في تعز. كان يدرس فيها القرآن الكريم سابقاً، ويدرس فيها العلوم الشرعية، يدرس فيها الفقه، ويدرس فيها العقيدة، ويدرس فيها كذلك أيضاً سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان يدرس فيها النحو والعروض والفرائض. نظري إليك مفسرا ما أعجم وإشارتي تبدي الذي أنا أكتم. للجامع بهو فسيح تتوسطه 3 برك مخصصة للمياه، 3 برك، البركة الكبرى وهي منحوتة نحت من حجر،
وبني بهذا الحجر كما قيل منارة الشيخ أحمد بن علوان، ثم تأتي بعد ذلك البركة الوسطى ثم البركة الصغرى وتسمى ببركة القناديل أو بركة الشفاء. تتوزع غرف عن يمين وشمال صحن الجامع. هذا ملحق وفيه بعض المباني وأيضا ما يسمى بالحزر، وهو مكان للذين يأتوا غرباء فيحلون فيه. تتسع ملحقات جامع ابن علوان في الجهة الجنوبية، لا سيما مع الإضافات التي تمت في عهد العثمانيين بعد 3 عقود من بناء هذا الجامع، وتحتل منارة الجامع موقعاً لها في هذا البناء. يليها الحمام البخاري الذي يقع في الجهة الجنوبية الشرقية ويتصل بممرات عبر الأرض إلى البهو، وكذلك الجانب الشرقي من السرداب الأرضي المعروف بالريشة. نوجه دعوة لوزارة الأوقاف بإعادة بناء وترميم ما أتلف من الجامع، كما نناشد المنظمات ونناشد أهل الخير أيضا لتطوير هذا الجامع والاهتمام به. مثل ولا يزال جامع ابن علوان الذي يطاول عمره 5 قرون مركز إشعاع ديني وتنوير علمي، واكتسب شهرته من شهرة العالم الذي يرقد بداخله، وهو الشيخ أحمد ابن علوان شيخ الطريقة الصوفية في اليمن. تعتمد النظم التعليمية الحديثة على وسائل وأساليب من شأنها تسهيل المعلومة وتثبيتها في عقول الدارسين، على خلاف النمط التعليمي القديم الذي اعتمد لسنوات النظر والتلقين. في الفقرة التالية سنتعرف على أهم النماذج والوسائل التي قدمتها 20 مدرسة في معرض الوسائل التعليمية بمديرية المظفر بتعز. بما يزيد عن 1000 وسيلة وأنموذج عملية للإيضاح وتقريب المعلومة، استقبل معرض الوسائل التعليمية زواره من طلاب وطالبات مدارس تعز. المعرض الذي احتضنته قاعة مدرسة الثورة للتعليم الأساسي الثانوي للبنات بمدينة تعز جاء في ظل مشاركة فاعلة من قبل أكثر من 20 مدرسة من مدارس مديرية المظفر، وشهد حضورا لافتا منذ اليوم الأول للافتتاح. عدد المدارس المشاركة في المعرض 18 مدرسة، 10 من التعليم العام و8 من التعليم الأهلي والخاص. احتضنا معرض الوسائل التعليمية في محافظة تعز في مديرية المظفر، وسهلنا لجميع المدارس عمل المعرض هذا، وطلبنا بزيارة الطلاب المدارس الذين لم يشتركوا في هذا المعرض الوسائل حتى يتم الاستفادة وإبراز مواهب طلابهم مثل ما فعلوا بقية المدارس. عروض مختلفة قدمها الطلاب المشاركون وتنوعات بين لوحات ورقية وأخرى ضوئية ومجسمات، إضافة إلى تقديم بعض أجنحة المعرض نماذج هي عبارة عن لوحات وبرية وأجهزة بديلة. في معرضنا هذا حاولنا أن نجسد الدروس إلى وسائل تعليمية ملموسة تساعد الطالب على فهم الدرس بشكل أوضح من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي. مستويات الطاقة، كمان الذرة، ومعنا كذلك غزوة أحد، والمسعر الحراري واللافح الحراري، وأشياء كثيرة كانت تحازت على إعجاب كثير من اللي أجاؤوا من زيارة المدرسة. ما يميز الفعالية العلمية هذه أنه رغم الظروف التي تمر بها تعز على مختلف الصعد، فقد استطاع المعرض أن يجعل من مشاركة الطلاب فرصة للتفاعل والتعرف على مقررات الدراسة من خلال وسائل تعليمية مبتكرة، أهمها تلك النماذج التي عمد عند صناعتها الطلاب ومعلمهم مراعاة الحفاظ على البيئة بالاستفادة من عملية التدوير وإعادة إنتاج نماذج بسيطة ومفيدة. مثلا معانا الشرنقات المعروف انها تستخدم فقط لضرب الدواء للمريض، ويتم بعد ذلك رميها للقمامة، ولكن اذا هناك بعض التفكير وتشغيل الذهن
لربما تستخدم بأشياء للشرح. ووفقاً للنظم التعليمية الحديثة، فإن التدريس بالاعتماد على الوسيلة التعليمية من شأنه تحويل النصوص الجامدة والمعلومة النظرية إلى جوانب عملية تثير اهتمام ورغبة الطالب في الدراسة، إضافة إلى تسهيل المعلومة للدارسين وسرعة توصيلها وتثبيتها، ولعل لعبة السلم والثعبان هو النموذج. نحن لعبة السلم والثعبان تتكون على أقراص الذي هو الألعاب الأطفال اللي بيلعبوا فيها، مع نحن تتكون على حجر النرد دي حصلنا عن طريق العدد نحن بنمشي به. يعني الهدف منها هذه كلها إنه نحن نعمل منافسة بين الطلاب، وعلشان الأطفال مثلا أو الطلاب يفهموا أكثر باللغة الإنجليزية. ويسعى القائمون على هذا المعرض إلى إرساء فكرة أن تكون معارض الوسائل التعليمية تقليداً على الأقل يقام سنوياً في عموم مديريات محافظة تعز، لما من شأنه تعزيز قدرات الطالب وترسيخ معلومات المنهج الدراسي لديه بالاعتماد على مثل هذه الأساليب الإيضاحية المهمة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. دمتم وفي أمان الله. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته.